كنيستي المسيح قام. كل سنة وحضراتكم بخير. إنجيل النهاردة أول حاجة، أول آية كده بتقول إيه؟ فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. القيامة ليها، هي أعظم حدث حصل في المسيحية كلها. لأني قبل كده كان كل اللي بيموت حضراتكم عارفين كان بيروح فين؟ الجحيم. عشان كده في ليلة أبو غلامسيس، الليلة اللي قبل القيامة، الكنيسة بتعمل بتبقى قافلة الستر وبتعمل دورة، بتعمل تمثيلية يعني، فبتعمل 3 دورات في صحن الكنيسة. ده معناه ايه؟ هما بيخشوش جوه الهيكل. ده معناه ان بيقول ان نفوس الأبرار اللي موجودة في الجحيم كانت منتظرة ومشتاقة ان هي تخش فين؟ الفردوس مع المسيح. لما المسيح قام اتفتح باب الفردوس، والدورة بعد كده بتخش بتلف جوه الهيكل. ده معناه ايه؟ ان المسيح قام وخد نفوس الابرار كلها ودخل ايه؟ دخل الفردوس. القيامة جت عملت حاجات مهمة جدا في كل واحد مسيحي. كل واحد ساعات بيمر بالخوف، مش عارف حضراتكم تفتكروا أيام الثورة والناس كلها كانت مرعوبة، أيام كورونا الناس كلها كانت مرعوبة، خوف. المفروض الإنسان المسيحي الروحي ما يخافش من بعد القيامة. تسأل حد تاني غير روحاني يقول لك أنا خايف من الموت، خايف أقابل ربنا، خايف. لكن تسأل إنسان مسيحي عايش بنعمة ربنا وعايش مفتش الكتب لأنه عارف إن ليه حياة أبدية جواها، تلاقيه لأ، تلاقيه منتظر. كنت لسه قاعد مع حد من قريب بيقول لي انا بشتهي ان انا اقابل ربنا، بشتهي ان انا اقابل ربنا. حد مش خايف من الموت، مش خايف من اعماله. ما عندوش، هتلاقوا في رسالة يوحنا كده بيقول ايه؟ من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الا الان في الظلمة. يعني احنا لو انت مش خايف فعلا يبقى على الاقل عامل كل اللي عليك ناحية اخواتك. محدش داخل في خصام عشان ورث ولا عشان فلوس ولا عشان ماديات. انا ليا هدف واحد، هو ان انا اوصل للفردوس، هو ان انا اقوم. القيامة بتخلينا دايما نقوم من خطيتنا. كل ما حد يقع في خطية يفتكر القيامة، يقول انا لازم اقوم مع السيد المسيح، لازم أقوم من خطيتي. فأول حاجة القيامة بددت الخوف. تاني حاجة القيامة كسرت الموت، كسر شوكة الموت. الشيطان
قبل السيد المسيح كان دايما يجي ايه يقبض على روح الشخص المتوفي ده وياخده فين؟ الجحيم. عارفين الشيطان سقط بايه؟ بالكبرياء، صح؟ فالشيطان مش مميز، وعمره ما كان في مخيلته ان رب المجد وملك الملوك ينزل ويتجسد ويتلطم ويتشتم ويتصلب ويتضرب، مش في مخيلته دي. ما يعرفش. فجاي وكان هو اللي بيملك على الجحيم، فجاي يقبض بقى على الروح اللي هي الشخص اللي هو الروح اللي هي طالعة دي. أول ما شاف إن هو السيد المسيح، من اللحظة دي ما بقاش ليه ملك على الموضوع ده، انهزم، ما بقاش ليه سلطان. فالسلطان بقى لمين؟ لرب المجد. عشان كده محدش فينا المفروض ان هو يخاف من الموت. خلاص احنا ما بقاش عندنا موت، احنا بقى لينا رجاء وبقى لينا حياة تانية. القيامة آخر حاجة ادت لينا رجاء ودت لينا أمل، إن مهما الواحد غلط ربنا هيسامحه وربنا هيغفر له. أختم بقصة يعني حصلت معايا. كنت مرة في الكنيسة و احنا بيجي لنا زيارات في الكنيسة عندنا يعني، فلقيت أم داخلة قاعدة كده حضرت معانا القداس، وقاعدة في آخر القداس منهارة في العياط، وجات بعد كده بتقول لي يا بونا أنا عايزة أقعد معاك 5 دقايق. فرحت قعدت معاها، بتقول لي أنا ابني اتقبض عليه وهو بيسرق شقة مع أصحابه، الولد بتحكي لي يعني ان هو كان حد طبيعي اتلم على مجاميع اصحاب من اصحاب السوق يعني، علموه بقى حاجات كتيرة، علموه ان هو ياخد فلوس وعلموني، فتعلم ان هو كمان يسرق، فتقبض عليه، تقبض عليه ودخل السجن. الولد لما دخل السجن حياته اتغيرت، وقدم توبة بتقول لي أنا معلش عشان قدسك مش هتعرف تقابله، هو اداني ورقة فيها اعترافه أنا ما فتحتهاش، فممكن قدسك تقرأ الاعتراف ده وتديله الحل. قلت لها اه، قلت لها ما تخافيش، المفروض كانت الجلسة بتاعته كانت خلاص قربت، وكانت بتصلي بالدموع ان الولد ياخد يعني يرأفه بحالته وياخد براءة يعني. فقلت لها احنا نصلي وربنا يتمجد ان شاء الله. عايز اقول لكم ان الولد طلع وجي قابلني في الكنيسة، قعد معايا على الأمل والرجاء اللي كان في الولد، وعلى إن الكتاب المقدس اللي كان جوه معاه وكان بيقرأ منه كان مديله نعمة وسط الناس
وسط الضباط، وسط الصلاة والعساكر، وسط المساجين اللي هو وسطيهم. بتقولي انا بيقولي انا ما كنتش عارف ازاي انا ربنا مديني نعمة وسطيهم كده وخرجني من المكان ده بمعجزة. قال انا فعلا قمت من خطيتي وقدمت توبة، وتوبة من القلب. والكتاب المقدس ده ما بقاش يفارق حياته خالص. عشان كده النهاردة ربنا بيقولك قدم توبة وقوم من خطيتك، وخلي عندك رجاء ان ربنا بيقبل اي خاطي، اي خطية حصلت مهما كانت، وانت مقدم توبة عنها، توبة من القلب، توبة نقية، ربنا هيقبل. ربنا هيقبل. ربنا بيقولك النهاردة قوم، قوم، ما تفضلش موجود في خطيتك، قوم صالح أخوك، قوم صالح أختك، قوم حافظ على بيتك، قوم يحافظي على جوزك، حافظوا على أولادكو، اربطوهم جوه الكنيسة، ازرعوهم جوه الكنيسة، عشان ما نطلعش نلاقي أجيال تتعبكو وتتعب الكنيسة. سمعت مقولة كده من أب كانت حلوة قوي، ولادك قد ما هتتعب معاهم في أول 10 سنين من حياتهم قد ما هترتاح وانت كبير. ليكي وللزوج، وقد ما انتوا هتريحوا نفسكم في الأول قد ما انتوا هتتعبوا وانتوا كبار. ربنا يدينا نعمة وقوة ويقومنا معاه من كل خطية، وإلهنا المجد دائما أبديا.